حقيقة إحنا المتدينين إحنا الآن مثل السمكة اللي في الماء لا تشعر بأهمية هذا الماء. إحنا المتدينين بمقدار تديننا حقيقة نعيش أفضل حياة. كل ما قل من إيماننا، كل ما قل من تقيدنا بهذه التشريعات الإلهية تقل هذه الراحة. ليش ماكو انتحار في بلادنا؟ ليش احنا ما نفكر في الانتحار؟ لأن متدينين. ليش ما عندنا مشاكل في حياتنا العائلية؟ المتدينين المقيدين المواظبين، لأننا مقيدون بهذه التعليمات. أما العائلة كلما ابتعدت أكثر فأكثر، هذا ما يخالف وهذا ما يخالف وما في إشكال وما هو الضرر وشنو هذه الأشياء، هذا قرآن، هاي تعليمات القرآن، هاي مو رواية، هاي مو كلام إنسان عادي، قرآن. ولا يبدين زينتهن. فكلما نتقيد بهذه التشريعات نربح دنيانا، نربح حياتنا، ماكو مشاكل عائلية، ماكو شك، ماكو ريب، ماكو اضطراب. وكلما واحد يبتعد يقع في المشاكل أكثر فأكثر.